عم كل واحد هيمان في الملكوت بتاعه وعامل فيها رومي، مش معنى احنا يا ابني احنا ناس عمليين وعارفين احنا بنعمل ايه بالظبط. بعدين لعلمك بقى سيبك اللي انت شايفه قدام ده طول ده افلام في افلام. انا مظبط مع حته الساعه 2 هروح لها على السريع كده واقوم هبق على المطار. لا يا شيخ اصل انا برضو عندي ميعاد. ازاي؟ ايه ده؟ هم اللي قالوها البنت الموظف بتاعتك اللي قالتها هتسيح؟ قدام الفندق بتاعها. اه هي بس هنخلص من الباشا ازاي؟ انت فاكرك هيدينا تصريح خروج بالسهل؟ خلاص نهرب ونتجوزهم. تعالى معايا. ايه يا تي؟ والله العظيم يا باشا انا بحبك حب محدش حبه لحد في الدنيا دي ابدا. عايز ايه؟ احنا الحمد لله شنطنا جاهزه ومستعدين للسفر، فكنا عاوزين ننزل نودع سوريا، اصل احنا حبيناها قوي يا باشا، ساعه زمن. هتروحوا فين؟ السوق، السوق يا كبير. طيب ما تشتروش حاجه، كفايه الشنط اللي معانا. نشتري ايه؟ احنا بس هنتفرج يا باشا. طب ما تقعدوش تفعصوا في البضاعه عشان الناس بتتضايق هنا. احنا مش بنفعص، احنا بنفعص يا ابني. لا هم متفعصين خلقه عشان خاطر وافق يا كبير، والنبي. طيب قبل الساعة 3 تكونوا موجودين هنا، الطيارة الساعة 6 إن شاء الله. ربنا يخليك لينا يا كبير. الواد بربر عليا باي. يا له اتفضلي. ما جت عليهم بتمشية. واحنا مش هنتمشى برضه ولا احنا مالناش نفس حلو أنت. قايمك نظامك تاخد على فين؟ لا بقول لك يا عبد الجليل الحاجات دي لما بتتنبر فيها بتبوظ، كل واحد يشوف طريقه احسن. ماشي يا عم في ايه؟ الله. طب هتاخد على كام؟ 2000 دولار. بس ايه؟ 2000 دولار؟ ايه؟ 2000 دولار؟ بتضحك. 2000 دولار يا هيبه؟ 2000 دولار يا هيبه ليه؟ يا عم ما ينفعش الكلام ده، عليا الطلاق بالتلاته، ده انا هاخدها بيع واشتري ما ينفعش فيها 2000 دولار. الله في ايه؟ اللي انت واخدها على كام؟ 20 دولار. 20 دولار؟ اه. بقول لك يا عبد الجليل حل عني الله يكرمك، انا مش ناقصك، حل عني يا اخويا. خلاص يا اخويا في ايه؟ مالك كده؟ ما تتعصبش عليا. الله انا عارف ان انت راجل مستريح وابن ناس ومستريح مزيا مزيا. اه بس يعني نعم انا عيل كفحتاجي ويعني والدنيا كلت مني وشربت كده وادعكت فيها، عشان كده لما ربنا يديني ما افتريش لمؤاخذه. طلب بص قبل طلبك يا معلم. ام 20 دولار تيجي قبل ام 2000. قول يا معلم، قول وتعلم. صباح الفل يا قمر، ازيك؟ عامله ايه؟ ده انا بعد النجوم طول الليل مستنيك. هنروح فين يا عسل؟ مع التاكسي بتاعك. في ركوبه يا ابراهيم، في ركوبه. الركوبه دي سهله من اولها، سهله من اولها. اتفضل يا باشا، اتفضل. تشاو تشاو يا اخي. مع السلامه يا حبيبي، مع السلامه يا معلم. العب يا معلم، قول وتعلم، العب يا بنت. اتجاه دلوقتي ده ام 20 وصلت من ساعة. نعم. لا مفيش. فين التاكسي؟ مفيش. مفيش؟ يا ابن المحظوظ يا عبد الجليل. تاكس! يلا يا اخي. يا الشقة فين؟ اطلع المزرعة يا أستا. ايه المزرعة دي؟ اوعى تكون بعيدة. لا لا قريبة. قريبة؟ اطلع المزرعة يا أستا. من الأجنة دي؟ هادي صاحبة الشقة. امال مالها مكتومة كده ليه؟ ما تهوي المطرح كده عشان النفس يبقى رايح جاي. اوكي تعالي. فهد الزبون يعطي شوية نظر كده. اوكي؟
ايه السبست متفهميني؟ بنعطيها شوية مصاري لتسيبنا ناخد راحتنا بالغرفة. مصاري ايه؟ احنا ما اتفقناش على كده. والله ما هو ليا، هون النظام هيك. لا هيك ولا كيك ولا نطاط الحيط، بقول لك ايه؟ الفرقة دي تخلص على كام؟ 200 دولار. نعم يا روح امك، 200 دولار ايه؟ إذا كان أنت كلك على بعضك بليلتك كده 20 دولار، أنا أقدر أقل جارة، ولا هو الزرار أغلى من الجاكيتة لا مؤاخذة، بقول لك إيه؟ بلاها أم الليلة دي، وأدي ال 20 دولار بتاعتك إيه يا معلمة؟ عشان ما تقوليش إن عبد الجليل بيرجع في كلمته، سلام. عبد الجليل بنخلص ب 150. هما 100 دولار وتيت تيت خالص الشريط يا معلمة، وتروحي وتجيلي والندى عالي، عشان هبل عليا مع الطيارة. مساء الخير يا حاجة. يا ماشا الجمال ده، ده صاحبتك دي باين عليها صاحبة مزاج قوي. بقول لك ايه؟ عايزين نخلص، قدامي تلت ساعة، 2000 دولار اهو. انت بتعدي في ايه ده؟ وقته يلا يلا يا حبيبي يلا. انا قالي الساعه 3 نبقى موجودين كلنا في اللوبي تحت. ده استعطاط، ده لما يدي امر لازم يتنفذ. وده فين؟ راحوا فين الساعه 3:30؟ روق روق يا استاذ ناجي روق. الحمد لله احنا امرنا بالسليم بالمطار، بس المهم احنا نكون قبل 5 بالمطار لحتى نحط الشنط على السيره. يعني فينا نطلع بالأربعة أربعة وربع، معنا وقت. أنا عارف أبو القاسم، بس ده استهتار، لازم يكون في التزام، وأنا مش هعدي اللي حصل ده بسهولة. روح معاك أهو. أنا ابن كلب، ابن 60 كلب يا باشا، بس أبوس إيدك ما تقلب عليا، وأنا جاهز. كنت فين؟ أنا كنت مش مهم أنا كنت فين، المهم نلحق المطار والطيارة، وبعد كده بقديني ب 30 جزمة. وإبراهيم. الواد فين يا عبد الجليل؟ ده يكون جرى له حاجه. والله العظيم ما اعرف يا باشا، انا سبته في الشارع وقلده رايح مشوار. وبعدين؟ وبعدين يا استاذ ناجي؟ انتوا هيك ما راح تسافروا لانه الطياره ما راح تستناكم، واذا ما سافرتوا بهي الطياره الله اعلم امتى ممكن رتب لكم سفره ثانيه. انت بتعرف مساله المطار وما مطار لها تربيطات كثيره، وانت بتعرفها. انا ما اقدرش اسيب الواد ابراهيم من غير ما اطمن هو فين. انا مسؤول عنهم كلهم، وزي ما جينا مع بعض لازم نرجع مع بعض. لا لا يا باشا، احنا لازم نمشي دلوقتي، لازم نرجع مصر حالا. انا خلاص كلمت امي وهي مستنياني. ابوس ايدك نمشي يا باشا. انا كمان عايز ارجع مصر، انا عايز اطمن على ابويا. وبعدين ابراهيم اتاخر، احنا ذنبنا ايه؟ فعلا يا باشا احنا ما لناش ذنب. انا عاوز امشي يا باشا، نمشي وابراهيم يبقى حصلنا. انا خايف للواد يكون جرى له حاجه. اه عشان كده يا باشا انا برضه من سعادتك يعني ان احنا نقعد شويه، حتى لو هتفوت الطياره محدش هياخد اكتر من نصيبه يا باشا. الاجري يا بني ادم، الجري الوحوش غير رزقك لن تحوش. وانت عبد الجليل عايز تمشي ولا عايز تقعد تستنى ابراهيم؟ انا من ايدك دي لايدك دي يا باشا، انا مش فارقه معايا خالص. مفيش طياره تانيه يا ابو القاسم؟ للاسف يا استاذ ناجي مفيش. بعدين الترتيبات اللي عملت لك اياها لحتى تكون اليوم بالقاهره بدها وقت لحتى تصير. بدي باتي. خلاص يبقى خلينا، احنا لا يمكن نمشي واحنا ناقصنا واحد. اوكي يا استاذ، معناها اعطيني يومين ثلاثه لحتى ارتب كل شيء مره ثانيه وانا بحكي معك.